لا هو السؤال أيضا من ضمن هذا الموضوع، هسه منو اللي ماسك بزمام يعني خيوط اللعبة السياسية خلينا نسميها، الكرة في ساحة منو؟ من الذي يستطيع أن يضع الشروط ومن الذي يتنازل بالمقابل؟ الآن الكرة اللي ماسكين بالحل واللي يستطيعون أن يشكلون حكومة هم الإطار التنسيقي، يعني قلت لك عددهم تتجاوز 178 شخصية، عضو مجلس النواب في حالة انتهاء اليمين الدستور اليمين مرتبة الإخوان بالأعضاء الجدد، إذا ردت القسم راح تكون أعدادهم مع العزيم مع الاتحاد الديمقراطي مع الكتل المستقلة إشراق التشرين والكلدانيين، أنا أصور أعدادهم راح تتجاوز 180، ينقصوا فقط المستقلين. نعم. والمستقلين انت تدري قسمين اصلا، قسم منهم متجه الى الاطار التنسيقي. نعم. يعني انت لا في التصميم تصميم 9 اشخاص قاعدين راح يكدون من الى الاطار التنسيقي، وكذلك قسم المستقلين. يعني هذا الموضوع شيخ احمد ما راح يخلي الاطار هو الذي يضع الشروط على من يدخل معه في تشكيل الحكومه الجديده او في تحقيق الثلثين؟ وعدم يعني ما قدروا الاخوان في المكون السني ولا التربيه اللي تعبت على صور يقدرون يشكلون حكومه مع الاخوان المستقلين.